يقول السائل: بماذا تنصحون الطلاب الذين يطلبون العلم عند مشايخهم فترة بسيطة ثم يستقلون عنهم بالتدريس والإفتاء؟ لا غلط، ما يستقل بالتدريس إلا إذا صار عالما وأخذ الإجازة من مشايخه. إذا أخذ الإجازة من مشايخه فإنه يستحق أن يكون مدرسا. أما إذا لم يحمل الإجازة لا من كلية أو جامعة شرعية ولا من عالم معروف، فإنه لا يستحق أن يكون مدرسا. نعم.